أهلا بكم. بعد عام ونيف من العمل و16 ساعة من المفاوضات، توصل البرلمان والمجلس الأوروبي إلى اتفاق في 23 من شهر أبريل من العام الماضي حول قانون الخدمة الرقمية الأوروبي الذي يعد الأول من نوعه في العالم. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي من دبي محمد عبدين، استشاري وتكنولوجيا المعلومات. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. بداية، هذا ليس الإجراء الأول من الاتحاد الأوروبي لتنظيم عمليات شركات التكنولوجيا، لماذا هذا الاهتمام الأوروبي تجاه تنظيم هذا القطاع برأيك؟ أهلا وسهلا بك يا فندم، وشكرا لاستضافتك الكريمة. زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي أنه ده فعلا مش أول إجراء، يعني احنا لو رجعنا بالتاريخ ل 2018 هنلاقي أنه أول حاجة كانت طلعت في أوروبا كان قانون خصوصية البيانات اللي هو بيسموه الجي دي بي آر. بعديه يمكن من شهرين فاتوا أو 3 شهور فاتوا طلع الماركت أو الديجيتال ماركت أكت اللي هو بيريجوليت أو بينظم حركة التجارة الإلكترونية على منصات الإنترنت المختلفة. بيكمبلمنت ده أو يزود على ده بقى كمان القانون الأخير اللي هو الديجيتال سيرفيس أكت، اللي منه نقدر نقول انه بنحاول نريجليت حياة المواطنين الاوروبيين طبعا وتعاملهم مع المنصات المختلفة اذا كانت تريدينج او اونلاين شوبينج او حتى كمان سوشيال ميديا. ممتاز. طيب بماذا يستهدف الاتحاد الأوروبي من هذه القوانين؟ هل مثلا الهدف هو زيادة الحصيلة الموجودة من الرسوم أو الغرامات أو الضرائب على شركات التكنولوجيا أم ماذا؟ والله هو خلينا نقول أنه الهدف ممكن جدا يبقى ده المراد به، ولكن الهدف معلن أصلا في القانون وهو أنه حماية المواطن الأوروبي زي ما قلنا من الإعلانات المضللة والخطابات الكراهية المختلفة، من الفيك برودكتس أو المنتجات المزيفة اللي فيها المواطن الأوروبي بيعاني أشد المعاناة. ولكن في الحقيقة إحنا بنتكلم على أنه لو بصينا على الفيرست فيز من الأبلاينج بتاع القانون هنلاقيه متطبق على 19 شركة، وهم اللي بنسميهم في عالم التكنولوجي يعني الديجيتال تايكونز أو الأونلاين تايكونز. وده ببساطة لأنه لو بصينا على خريطة الديجيتال ترانسفورميشن أو الديجيتال ماركتينج اللي موجودة في العالم هنلاقي إن أوروبا براها. فيس هو نقدر نقول زيادة الإنكم أو الضرائب أو حتى كمان الفاينز أو المخالفات اللي ممكن تطبق على واحد من الشركات دول. ولو خدنا مثال بسيط جداً، فيسبوك على سبيل المثال لو بصينا على البرسنتج اللي هم بيقولوا عليها اللي هي 6% اللي هتطبق على لو حد خالف الشركات، احنا بنتكلم في 7 بليون دولار او يورو. فيس ارقام ضخمه طبعا، ملكيه طبعا. طيب إذا تحدثنا عن الجانب الآخر، الشركات أو عمالقة التكنولوجيا كما وصفتهم، يعني كيف يستقبلون هذا القانون؟ هل يرونه كعائق مثلا لعمل الشركات في الاتحاد الأوروبي أم أنه أمر لابد منه؟ طبعا هو عائق. طبعا الشركات، ويمكن لو بصينا على ديب دايف او بصينا على كل شركه لوحدها والبزنس لاين اللي هي بتشتغل فيه، الشركات المفروض ان معظم البرودكتس او معظم الكومبانيز ال19 هم كلهم بيقدوا خدمه مجانيه، ولكن في حقيقه الامر الخدمه المجانيه دي مصحوبه باعلانات ومصحوبه بحرب الكترونيه بتدر مليارات. فاستقبال قانون زي ده، لو انا واحد من ال 19 هرفضه رفضا تاما، لانه هيرجليت وهيحط لي عوائق تخليني ما اقدرش اكونترول بالالجوريثم اللي انا بعمله تكنيكلي الانكم بتاعي، وهيخلي حد يعني خلينا نقول في شكل مفوضيه اوروبيه او هيئه قضائيه في اوروبا يرجليت ده او يبص على التكنيكاليتي اللي انا بجنريت منها ريفينيو، وهيبقى عنده الحق
انه يابلاي فاين. فما اعتقدش ابدا انه اي حد من ال 19 شركه اللي طبع عليهم القانون فيز 1 هيبقى مرحب لده. ويمكن في احنا سمعنا ان في شركتين تقريبا دلوقتي احطوا قضايا مضاده عشان يطلعوا بره القانون. يعني نحن نتحدث عن غرامة تعادل 6% تقريبا من إيرادات الشركة المخالفة. يعني هل ترى أنه مثل هذه العقوبة يعني عادلة أم أنها مبالغا فيها؟ مبالغة فيها جدا، لأنه هو لما حط 6% لو قال أنه الغرامة تبقى على وزن البوردرز بتاع الاتحاد الأوروبي ممكن كان يبقى فيها يعني negotiation kind of. إنما 6% هي من عوائد مدخول أو الانكم بتاع الشركة وورلد وايد. يعني فيسبوك لو بيعمل X billion of dollars فال 6% هيبقوا applied عليه في الصين وفي الهند وفي أمريكا وفي ميدل إيست and so on. ونحن هنا نتحدث عن تايكونز كما ذكرت، أو يعني عمالقة الاقتصاد الجديد في العالم. يعني 6% هتكون رقم يشيل دول زي ما بيقولوا، هيسد العجز اللي موجود دلوقتي في أوروبا خلينا نقول. طيب أنا أحب أفهم من حضرتك أكتر يعني الجوانب الأخرى لهذا القانون. من أهدافه مثلا التأكد من صحة وسلامة المنتجات المعروضة للبيع داخل الاتحاد الأوروبي، مطابقتها للمعايير. أيضا هناك يعني وجهان لهذا الأمر، استفادة ربما للمستهلك النهائي، لكن يمكن بعض أو مزيد من العوائق أمام الشركات العاملة في تجارة التجزئة. حقيقي ده يمكن ده اللي حضرتك بتقوليه، ده كان البارت الأولاني من القانون بتاع الديجيتال ماركت أكت، وده اللي يمكن طلع من شهرين فاتوا. حقيقة الأمر فعلا إنه المنتجات المزيفة للأسف الشديد بقت منتشرة على المنصات اللي فيها أونلاين تريدينج أو الماركت بليسز. بس كمان خلينا نقول مصدر المنتجات المزيفة مش أمريكا. however إنه الويندو اللي بيتباع فيها المنتجات دي هي أكبر منصة طبعا هي أمازون. وللأسف الشديد إنه في يمكن في دوكيومنتريز كتير بتتكلم على إنه في منتجين أمريكان وأوروبيين بيعانوا الأمرين من إنه مش قادر يكمبيت مش مع المنتج المزيف، ولكن مع انه صاحب المنتج المزيف بيدفع اعلانات اكتر على امازون عشان يبيع منتجه. فطبعا يعني when it come to product او الفيك برودكت 100% في 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 بوينت كبير وفي بوينت اوف اندرستاندينج لسن مثل هذه القوانين لو أجازنينا تعبيري. ما مدى يعني أنا أسألك هنا عن رأيك بصفتك خبير في هذا المجال، ما مدى مسؤولية شركات كبيرة كفيسبوك أو أمازون عن طبيعة من يعلنون على منصتها؟ يعني هل الأمر متروك تماما للمستهلك ولحدسه أنه يكتشف إذا كانت هذه الشركة شركة يعني موثوق بها أم لا، أم أنه المنصة الأكبر لها جزء من المسؤولية أو عليها جزء من المسؤولية؟ طبعا يعني أنا بشوف أنه المنصة هي بتمثل 90% من الكريديبيليتي أو مصداقية المنتج اللي عليه. فلو النهاردة أنا بشتري برودكت من أمازون ومش بشتريه من xyz.com، ده معناه انه انا حاطط 90% من التراست على amazon.com. ففي مسؤوليه مجتمعيه وفي مسؤوليه ربحيه على منصات التكنولوجي او الماركت بليسز بانها تتحقق. ولكن للاسف الشديد زي ما كنت بقول لحضرتك في السؤال اللي قبل كده، انه منصه زي امازون للاسف الشديد they don't care. في الآخر أنا I do care على يمكن أكتر على الربحية. وده اللي بيخلي للأسف في fake products كتيرة ممكن تلاقيها عند أمازون أو غيره. يعني أنا مش عايز أسمي حد، ولكن خلينا برضو نبقى عادلين. لو لا قدر الله حصل ده،
مع شركه من عمالقه الماركت بليسز تقدري ترجعي البرودكت ده. بس خلاص يعني في بوليسيز كتيره نقدر نطبق نمشي فيها، ولكن بيبقى خلاص انا مستني برودكت وبقالي اسبوع 10 ايام، فلما بيجي فيك فبتبقى شويه ديسابوينتنج للي اشترى. وفي النهاية أيضا بتعتمد على سعر المنتج في النهاية، يعني بعض الناس بيفكروا أنه لو السعر مش كبير لن يذهبوا ل يعني متاعب إعادة المنتج وإرساله مرة أخرى وكل هذه الأمور، لكن طبعا دي ليها تكلفة مادية. سؤال سريع في النهاية، هل تتوقع أنه ترتفع قيمة المنتجات بسبب تطبيق هذا القانون على المنصات المختلفة؟ لا أعتقد ده، ولكن يعني ممكن يبقى في الكوميشن سكيما اللي بتاخدها الماركتينج أو الماركت بليسز هتبقى أكبر شوية، لأنه لازم ياخد كوميشن أكبر من سعر المنتج النهائي عشان يبدأ يفعل شوية السيكوريتي والألجوريثم يبدأ يغير فيه ويطور في الباك إند بتاعه. لا أعتقد أن ده هيبقى هيطبق أو هيبقى مسؤولية المنتج، أنا آسف، المشتري النهائي، ولكن الشركات دي هتحاول تدور على how can we manipulate kind of يعني عشان أجنريت فلوس أكتر. عشان على الأقل أبقى عندي 6% أقدر أدفعهم. صح، عشان لو حصل مشكلة بهذا الحجم نقدر ندفع الفلوس. شكرا جزيلا ضيفنا من دبي محمد عبدين، استشاري تكنولوجيا المعلومات.